هذا شارع أبو نواس. منطقة أبو نواس يعني؟ لا، المنطقة ككل اسمها الكرادة، بس هذا الشارع اسمه شارع أبو نواس. تعال تعال. هذا شي بيع؟ من ريحته كنا باقي له. تعال حبيبي تعال، شوف شهر زاد وشهر يار. أوه خوش تمثال. تعرف قصتهم؟ لا والله ما أعرف. شوف، هذا شهريار كان معروف عنه إنه كل ليلة يتزوج مرية آخر الليلة يذبحها، كل ليلة على هالمنوال. الآن إجتي شهرزاد، شهرزاد تعرف بهالسالفة، بس هو حبها وتزوجها. إجا وقت يذبحها، هي بدهائها إيش سوت؟ قلت له قبل ما تذبحني، قبل انتظر، خل أحكي لك قصة. قال لها قولي. حكت له جزء من القصة، سردت بالأحداث شوية، طولت السالفة، هو نعس ونام. قام ثاني يوم الصبح همين مقرر انه بالليل يقتلها. زين اجى الليل قلت له حرة ما تريد اكمل لك قصة البارحة؟ وهو متحمس يريد يعرف شنو راح يصير بالقصة. قال لها كملي لي. همين تسرد بالاحداث الى ان هو ينعس وينام، وكل ليلة على هالحال الى ان حكت له الف ليلة وليلة، سردت له الف قصة وقصة وما ذبحها، نجت روحها من الموت. انا دائما كنت اسمع عن قصة ألف ليلة وليلة، بس ما كنت أعرف شو السالفة، بس طلعت مهينة. على مود تعرف لما يقول لك إن كيدهن العظيم. وهذه حبيبي قصة على مود همينة أسمعك حكي، يعني أخاف تفكر تأذيني بيوم، والله أموتك، أأذيك بأبشع الطرق. وإذا شهرزاد ضحكت على شهريار بألف قصة وقصة على مود ما يذبحها، أنت لو حكيت لي جزيليار قصة تموت تموت. شو بتسوين يعني؟ والله أذيك بأعز الناس على قلبك.